وللحديث أكثر عن القمة المرتقبة معنا عبر الهاتف السيد خالد المالك، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية. أهلا بك في نشرة أخبار ثالثة. يعني أستاذ، حدثنا عن أهمية التضامن والتعاون العربي من خلال أجهزة جامعة الدول العربية في تحقيق الأهداف العربية المنشودة. القمة العربية التي سوف تعقد في البحرين هي بالتأكيد قمة مهمة وتاريخية ومفصلية بالنسبة لكثير من القضايا العربية. اليوم منطقتنا تمر بتحديات كثيرة، هناك المشكلة الفلسطينية والقضية الفلسطينية، لدينا أيضا موضوع السودان، لدينا أيضا الأمن في البحر الأحمر والحوثيين ودورهم في ذلك، ولدينا الكثير من القضايا والتحديات التي ستكون ضمن الملفات التي ستناقش وتقر في قمة البحرين العربية. أنا في تصوري أن هناك إرادة عربية كبيرة يمثلها القادة العرب، وهناك حماس وهناك توافق على قرارات سوف تصدر عن الجامعة العربية، عن القمة العربية، في ظرف استثنائي مهم جدا للتعامل مع هذه التحديات. نبدأ في قضية فلسطينية، هناك توجه إلى محاولة أن يتم إيقاف إطلاق النار بشكل نهائي وتبادل الأسرى، والتوجه طبعا إلى بقيام الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس، وفقا لخيار الدولتين التي اتفق العالم كله الآن على أهميتها، وأنها هي الخيار الوحيد لإيقاف هذا النزيف وهذا القتال المستمر بين الفلسطينيين والإسرائيليين. في القضية السودانية الحقيقة هناك أيضا توجه، لأن على الجيش السوداني والدعم السريع أن يعودوا إلى مباحثات في جدة للوصول إلى اتفاق لإنهاء هذه الأزمة التي تضرر السودان منها كثيرا. في الشأن البحر الأحمر وعدم يعني سلامته في هذه الفترة، هناك أيضا اتفاق على أن البحر الأحمر يجب أن يكون بممراته منطقة سلام ومنطقة آمنة لتبادل التجاري والاقتصادي والعمل بين الدول. كثير من القضايا، هناك لدينا في لبنان الوضع غير مستقرة. أستاذ خالد، يعني كيف تقرأ دور مملكة البحرين في تعزيز العمل العربي المشترك عبر تواجدها اللامحدود والمكثف في جميع محافل جامعة الدول العربية لكل ما فيه مصلحة ونماء الدول العربية؟ يعني هذه هي القمة الأولى، القمة العربية الأولى التي تعقد في مملكة البحرين. البحرين طبعا لها علاقات جيدة مع جميع الدول ومميزة، وتستطيع طبعا أن توظف علاقاتها هذه في تسهيل كثير من الملفات التي ربما تتوقف بعض الدول عندها، وأيضا الاهتمام الكبير والتحضير الجيد الذي بدأت فيه مبكرا مملكة البحرين لعقد هذه القمة سوف يسهل أيضا من مرونة التعامل مع الملفات والوصول إلى اتفاق بين الجميع، بين جميع قادة الدول العربية. البحرين طبعا بملكها بمسؤوليها دائما هم يعني يوظفون قدراتهم وإمكانياتهم وفي كل ما له مصلحة طبعا في المنطقة نفسها والدول أيضا. نعم. على أي حال أنا متفائل جدا أن هذا التوقيت الذي نمر به الآن بهذه الظروف الصعبة، بهذه التحديات الكبيرة، أن يعقد المؤتمر في مملكة البحرين سوف يسهل ويساعد على وصول القادة والزعماء العرب إلى نتائج سارة ومفرحة لشعوبنا إن شاء الله. بلا شك سيد خالد المالك، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية، شكرا جزيلا لك.